صراحه المعرض زوين، شفت الناس، مازال ما هضرتش مازال مش الاروقه، ولكن الدخله زوينه وعامر وكاين اقبال واستقبال زوين وناس بروفيسيونيل حبوبين. معرض زوين جميل، وهاد ذكريات الصبا. انا كنت كنجي المعرض ملي كنت صغير، دونك انا والدار البيضاء اوتوماتيكمون كنت كنجي المعرض ملي كنت صغير، فذكريات جميله في المعرض. اللهم لك الحمد كنت نزرم دار في الدار بالجوع والعصاب. انا ما انا كنتقطع من الجوع، انا ما كنتقطع من حتى حاجه اخرى كيجيني الجوع، وشويه لي رونديفو بروفيسيونيل ديال الخدمه، شويه لي ريبيتيسيون. عندي ان سبيكتاكل ان شاء الله مورا رمضان، دونك كنكتب شويه، كندرب شويه، كنشوف شنو يمكن لي ندير، شويه الخدمه، شويه لي زيفينمون. كان عندي البارح سبيكتاكل في ميغا مول، باردون موروكو مول، فوالا كيكونوا فطورات مع الفنانين، كيكونوا شي حويجات زوينين، ف يعني نهار كيدوز دغيا. لا يوسف اوزيل اللي كيطيب، كان ديما كيطيب زعما قبل ما تبان فاطمه تاولي. يوسف اوزيل ديما كيطيب، انا اكثر من 20 سنه اصدقائي الفنانين كلهم كيعرفوا انا اكثر من 20 سنه كنعيش بوحدي، فا اوبليجي انني نطيب راسي، انني نصوب فراشي راسي. يعني الطياب ماشي شي حاجه اللي كتخلعني، بلا شي حاجه اللي كنبغيها. يمكن السر اللي خلى فاطمه تاولي توصل بالزربه وتلقى نسبه المشاهده هو الصراحه ديالها والمصداقيه ديالها، الاحترافيه يمكن ديالها، والصدق، سيرتو الصدق. انا كنقول اي حاجه اللي ما كتكون صادقه وصادوقه وخارجه من القلب ما كتكونش زوينه. فانا ما تنديرش، مني تندير اي حاجه تنديرها بحب، ما عمري تنخطط ليها اشنو غنربح منها، اشنو غنوصل بها بالشهره. هذوك كلها حوايج لا تعني لي شيء صراحه، رغم ان مذاقها زوين وهي سيف ذو حدين، ولكن كنظن ان فاطمه التاول صراحه ومصداقيتها الا وصلت عند القلوب اللهم لك الحمد. والتجربة كانت زوينة مع سناء عكروت، كانت تجربة جميلة جدا. هي ما كانتش أول تجربة، فهي كانت تجربة من وراء تجارب وحدين أخرين، من وراء جوق العمين، من وراء يوم وليلة، من وراء نانسي والوحش، من وراء مزمز الكاميليا، ولكن كانت تجربة مختلفة على التجارب كاملين. يمكن كانت عندي فيها مساحة أكثر، يمكن كان عندي فيها ظهور أكثر، يمكن كان عندي فيها دور مختلف على الأدوار الأخرى، فكان ضربة حظ بكل صراحة. ما عند ادواري تعلق بالنساء، انا الدور اللي درت لنسائي هو فاطمه التاويل، ودرت وانا افتخر واقولها للمره الالف. المراه ماشي معيوره، المراه ماشي عاله، المراه ماشي عار، انا اجسد دور المراه وافتخر بتجسيدي لهذا الدور، لان المراه امي، اختي، صديقتي، زوجتي المستقبليه، وما عندي حتى شي مشكل في انني نجسده ونسالم فاطمه التاويل وندوز الناعمه الحادقه ولا اي شخصيه، ما عنديش المشكل. كما انني كنلعب شخصيات وحده اخرى ونقدر نلعب اي شخصيات وحده اخرى، فانا ومزاجي. انا هذا الموضوع ما بقيتش بغيت نجبده، وما بقيتش باغي صراعات مع حتى شي فنان، الله يكمل على اي فنان. انا اي فنان كنصحو انه يتكونسونطر على خدمته ويديها فيها. يمكن انا الغلط ديالي انني جاوبت بعض الفنانين، مي كان غير يمكن بغيت نضحك شويه، ولكن من بعد انا مكونسونطري على دي زوبجيكتيف عندي. كل فنان يديها في خدمته ويديها في شغله ويحاول انه يدير بصمه كما فاطمه التاول، واقولها واكررها بكل افتخار، دارت بصمه. فاللي بغى يدوي على فاطمه التاول يدير بحالها او لا غير قل منها، عاد يمكن اللي يدوي عليها. لا انا ما نحتاج نغطي حتى شي حاجه، وما عنديش علاش غنغطي حتى شي حاجه. وهاد الناس ما عرفتش منين جبتهم، لانني ما عمرني سمعتهم، ما عمرهم دواو معايا. فانا ماشي هنا لارضاء الجميع، انا ارضي نفسي وارضي جمهوري اللي كيتبعني، فهذا يكفيني فخرا. اللي ما قدو فمو يدوي يمشي جهه اخرى، ما عنديش المشكل. لا ما كتزعني حتى شي حاجه، انا ما يمكنش، انا جو نو با بليغ ا تو الموند، انا لست هنا لارضاء الناس كاملين، انا هنا لارضاء الناس اللي كيتبعوا فني، واللي هما اللهم لك الحمد الله يزيدهم، هما كثار وكثار بزاف، وكلكم عارفين هذا الشيء. ما عنديش لا الوقت الان الرمضانيه ما يمكنش نقيمها لانني ما تفرجتش فيها. كيف قلت لك انا كنغيبيتي بزاف وكنكون معروف بزاف في الفطورات مع الفنانين، فما كانش عندي الوقت انا نشوف اعمال رمضانيه. يمكن نشوفها من وراء رمضان الا كانت اعمال زوينه. كاينين اصدقاء ديالي وزملاء اللي مشاركين في اعمال رمضانيه، واكيد انا غتكون في المستوى لانهم فنانين في المستوى، فيشرفني انني نبدا نشوفهم ونشوف اعمالهم لانهم فعلا في المستوى. وكاينين اعمال ما يمكنش نشوفها مستحيل. ودوينا في هذا الموضوع، واسمي هو ماشي منتج، هو مخرج، وقلت سميته وسالينا وفضينا ودار حساسيات مع صحفيين من عائلته وهذا الشيء كله. وانا ما عندي حتى مشكل، لان الناس اللي ما كيفرقوش بين الاحترافيه والمشاعر اونتر كيمي الزائفه، انا ما تنعتبرهمش مهنيين ولا احترافيين. هذا الشيء علما الا كانوا فعلا احترافيين او لا مهنيين، يعني الا كانوا فعلا يحملون بطاقه الصحافه. ماشي شي قمة مهمة، ولكن القيمة قيمة فنية، لأنك تأدي واحد العمل فخصك تخلص عليه.
هذه عندنا منتوجات ديال آيات قرآنية نصنعوا هنا ديال الألمنيوم هنا في المغرب في الكازا. نعم فكرة أصدقاء هذه جالنا و... لا مغربية أيوة أيوة نصنعوا هنا ونبيعوا في المحل ومحلات في الجملة وفي تيتاي. لا نحن نصوب على الذوق ديالنا والكليان يعجبوا هذا الذوق يعجبهم. إذا واحد خاصه آية أخرى يجي يعطيكم ونحن نصوبه. ولكن آيات اللي يمشي هناك الكترة كاين سورة إخلاص والتوحيد والعودة برب الفلق وما شاء الله كاين آيات أيوة كاين إقبال ينسق في الحيط يعني يحيدوا الكولة ديالو بلا مسمار بلا مسمار هذه الدوفاس يحيدوا هذه وينسقوا في الحيط وكل واحد الثمن ديالو هذه ألمنيوم بالسايز كين مترو كين مترو 20 وكين 2 متر وكين فوقاني آية كرسي وكين حاجات صغار بحل الله هذه وكل واحد ثمن ديالو. لا نشارك في المعارض وفي مهرجانات. نعم دابا هذه سنتين نحن نديروا هذا الشيء عامين نديروا هذا الشيء ونبيعوا تتاي نبيعوا بالجملة. لا عندنا محل في كازا عندنا في كازا والمعمل ديالنا في كازا نصنعوا هذا الشيء ويجوا بالجملة ديال مدينة أخرى يجوا يأخذوا بالجملة محلات يجوا يأخذوا بالجملة وتتايم يجوا يأخذوا في المحل. لا هذه كنا معارض في الوطن الدور هنا في كل مرة في واحد مدينة في الصيف يديروا في مارتيل طنجة مراكش وفي الرمضان يديروا في كازا. المهم الحمد لله كان إقبال يعجبهم الحال. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبه. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج. حصرياً على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبه. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبه. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.